كريسمس خلص من 9 أيام، طب ليش مو شايلين سانتا كلاوز ولا بابا نويل؟ ليش فكركم مو شايلينه؟ حتى لا يكسروا خاطر الطفل، يهيئوا نفسيته على أن لما قدموا الفرحة لا ينتزعوا ولا يقلعوا الفرحة. نفس الشيء عندنا المسلمين، العيد أيضا للأطفال، فلا تقلع الفرحة، أكد أن هذه الفرحة مستمرة. مثلا عندك شغيل وقادر على معاشه، ما تطلعه من الشغل مشان توفر لك شوية دولارات أو دنانير بيوم وليلة، خلي أمر جبران الخاطر مهم بالحياة. وأيضا التدرج، تدرج في مثلا ترويض على أمر معين، انتهت الفرحة أو أنه التدرج على أنك راح تطلع من الشغل، التدرج. فهنا سانتا كلاوس بعد 9 أيام من انتهاء كريسمس موجود على البيت، حتى لا يكسروا خاطر الأطفال أن فرجأة انتزعت هذه الفرحة. أنا ما قاعد أتكلم عن دين وكريسمس وما أدراكم، قاعد أتكلم عن نفسية الأطفال وجبران الخاطر. أكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.